السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي، أقل من 72 ساعة وإن شاء الرحمن الأميرة السمراء وأميرة القلوب الأفريقية وكل البطولات الإفريقية، ما فيش أهم من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي على موعد وقريب جدا بإذن الله تعالى من الحصول على التسعة بإذن الله. مباراة مش سهلة بالتأكيد، مباراة صعبة بالتأكيد، مباراة يعني هتكون قوية جدا، فيها ندية وفيها عزيمة وفيها إصرار وفيها كل يعني ما يمكن أن تقوله في عالم كرة القدم، لكن في النهاية هي مباراة كرة قدم. الأهلي والترجي في مواجهة يعني مرة تانية وتتقرر بعد سيناريو 2012 على ملعب رادس، وكأن الموضوع أو الأيام بتعيد نفسها، نفس السيناريو أو قريب منه شوية في النهائيات اللي كانت ما بين الأهلي والترجي مرتين، وكأن الأهلي موعود مع الأندية التونسية في دوري أبطال إفريقيا. البطولة اللي بدأت أو النهائي اللي بدأ ب 2005 وكانت أول نهائي ما بين الأهلي والأندية التونسية مع النجم الساحلي في سوسة كان اللقاء الأول، وعلى استاد الكلية الحربية كان اللقاء الثاني، وفي 2006 بيتقرر المشهد والمواجهة المصرية التونسية مع الصفاقسي المرة دي في 2006. الأولى كانت العكس المرة دي على استاد القاهرة 1-1، والثانية كانت على استاد رادس للمرة الأولى بقى في النهائيات ما بين الأهلي والأندية التونسية. وكمان بعد كده بيتكرر المشهد مرة تانية في 2007 مع النجم الساحلي، ثلاث نهائيات ورا بعض 2005 و6 و7 الأهلي بيواجه أندية تونسية. لكن في 2012 كان الفريق مختلف، المرة ديت كان مع الترجي التونسي على استاد رادس، يتكرر المشهد من جديد مع الترجي التونسي. مفيش شك ومفيش كلام إن المباراة هتنتهي وهتبدأ وهتنتهي وكونها مباراة كرة قدم هيستمتع بها كل عشاء الكرة المستديرة في كل أنحاء إفريقيا، في الوطن العربي أجمع، في كل العالم، في كل أنحاء العالم. هو نهائي يجمع ما بين أقوى فرقتين على المستوى القارة في الوقت الحالي بالتأكيد، يمكن كمان في العشر سنين الأخيرة، الأهلي والترجي التونسي. يعني أنا مش عايز أقول كالمعتاد والناس اللي بتكلم كتير أوي في الفترة الأخيرة على المباراة الأولى والقرارات اللي رايحة من الكاف واللي طالعة من الكاف، والكاف أكنه يعني مثلا حماسي أوي معانا وسريع أوي في قراراته معانا يعني، لكن احنا عبر تاريخنا مثلا مع الكاف تحديدا، أي منطقة أو أي مباراة أو أي مرحلة تم فيها يعني حاجات غريبة في عالم كرة القدم كان الكاف بياخد راحته على الآخر، يعني وبيقعد له 48 ساعة 72 ساعة 96 ساعة أسبوع 10 أيام عبل مس يدوبك ما ينظر في أمرك وتقدم مذكرة وتظلم، وبعد كده يشوف الدنيا هتنعقد إزاي، ولجنة الانضباط ولجنة معرفش إيه وإيه وإيه وإيه، وفي الآخر بتطلع القرارات عادية جدا يعني. وهنروح بعيد ليه؟ يمكن الترجي التونسي وهو بيواجه مثلا أول أغسطس عبل ما لجنة الانضباط اجتمعت وقررت يعني إيقاف الحكم اللي هو الزامبي او سيكازوي يعني على اثر الهدف الصحيح طبعا بتاع اول اغسطس، بتاخد وقتها بشكل كبير جدا. لكن المره دي الكاف سريع جدا وتحركات رهيبه جدا وضغوط من كل الاتجاهات، والحقيقه يعني كل عناصر اللعبه او المنظومه التونسيه اجتمعت على كلمه واحده، يعني لهم حق ما لهمش حق، لكن في النهايه قدروا ان هم يجتمعوا مع بعض بشكل كبير جدا، لدرجة ان جماهير الافريقي التونسي راحت الغريم التقليدي والاساسي والرئيسي في مع الترجي التونسي، راحت تمرينات للترجي التونسي. بغض النظر عن القرارات وبغض النظر عن احقيتها او قانونيتها او ماذا تم فيها، يعني ايا كان الوضع بقى، ايقاف وليد ازارو تتفق مع التيشيرت تختلف مع القانون، يعني ايا كان الوضع يعني، لكن في النهايه ده قرارات الاتحاد الافريقي انتهت. وانا بقول لكم خلاص يعني الموضوع منتهي يعني، لكن بتاع وليد ازارو الموضوع مباريتين منتهي، لكن الاتحاد الافريقي كان سريع جدا في الموضوعات اللي زي كده، على عكس مثلا ان في حاجات حصلت كتير جدا معانا احنا تحديدا، يعني على يعني انرامو او السنه اللي فاتت على الاقل مع الوداد المغربي، او حتى في مباراه جمعتنا ما بيننا وما بين الرجاء المغربي وكان الحكم برضو جزائري كان اسمه كريم داحو لو تتذكروا، يعني الرجاء المغربي لعب حوالي بتاع دقيقه ونص ولا 50 ثانيه، او اسف حوالي بتاع دقيقتين، 12 لعيب يعني، في واحد كان اتعور وبعد كده يعني خرج من على الخط الثاني، المدرب بتاعهم مش فاكر كان اسمه ايه نزل واحد مكانه، وبعد كده الحكم سمح للمتعور ده ان هو ينزل، قعدوا يلعبوا حوالي بتاع دقيقتين ولا حاجه، وفي مباراه كنا لازم نكسب كان النظام فيها بياخدوا اول المجموعه، ومع ذلك الاتحاد الافريقي قال عادي ومفيش مشكله خالص يعني.
حتى الحاجات اللي بتطلع في الوقت الحالي، يعني ان في بكره كلام هينظر في رفع ايقاف فرانك كوم وشمس الدين الزوادي، ده على اساس ايه اساسا حتى الكلام ده بيتقال؟ ده على اساس مثلا ان هي مخالفتين كانوا عاديين، يعني شمس الدين الزوادي والراجل كان قاعد على الدكه وبعد كده الحكم جاله اداله انذار من غير ما يعمل اي حاجه خالص، او فرانك كوم مثلا يعني ما اداش كوع مباشر لاسلام محارب على الخط وكانت كفيله ان هو ممكن تعوره او تخليه يغيب عن الوعي، يعني دي بتاعت فرانك كوم، يعني الراجل كوم يعني كوم كوع جامد جدا في وش اسلام محارب، يعني كانت الصوره باينه جدا وواضحه جدا ومش محتاجه لتعليق ولا محتاجه ان انت تشوفها مره وثانيه وثالثه وعشره، يعني الصوره باينه جدا يا سمير، باينه جدا الحاجات ديت، فالحاجات دي بتبقى واضحه. القانون يعني بص انا عايزكم تشوفوا ايد كوم فين، يعني ايده فين، انت بتتكلم على ايه او هتناقش ايه، هتناقش ايه، يعني انت بتناقش ايه ولا بتتكلم على ايه ولا بتستعرض ايه، ايه دي يعني في الكرة، ايه دي الوش اللي راجع لورا ده، راجع ورا من كدمة او من خبطة لقيت كوم بالراجل اللي هو رقم 30 ده، هتناقش ايه حضرتك، بتتكلم في ايه حضرتك، ده على اساس ايه؟ سيبك ان هي صح ولا غلط، ده انا بتكلم كمان ان هي ممكن تروح لابعد من ان هي انذار، يعني اغلب الاحوال بيدوها انذار، لكن انت هتناقش دي في ايه وهتتكلم في دي وايه حكايه ان الحاجات دي تطلع اساسا، يعني تطلع في الوقت الحالي اساسا، يعني وانت داخل على مباراه بينك وبينها 72 ساعه، ايه توتر الاجواء والمناخ ده؟ الثانيه بتاعت شمس الدين الزوادي واضحه جدا، يعني واضحه جدا برضو اللي وصل للكوره هو وليد ازارو، فانت بتتكلم في محاوله فرصه محققه او داخل على منطقه خطر، وبالتالي بتستخدم التاكلينج اللي هو ده قدامك، تمام؟ فالانذارين او الكارتين صحاح مليار في الميه، يعني اللي وصل للكره الاول هو وليد ازارو. طيب هل احنا مالناش، بصوا كل حاجه عندنا، كل حاجه عندنا ليها مثيل سبحان الله. يعني انا عايز اقول لكم ان في نهايه 2007 البطوله، فاكرينها انتوا البطوله بتاعت بطوله الاهلي والنجم الساحلي، كانت بطوله مش عايز اقول سهله، يعني الاهلي كان متعادل مع النجم الساحلي في سوسه 2-0 وبعد كده العرجون بقى الحكم المغربي، يعني اللي مشدود ده محمد بركات، بص الشرطي فين، الشرطي ده كان لازم في استك اكيد، لانه مش مربوط كويس كان بركات كان هيبقى شكله وحش قوي. فاللي شده ده تخيلوا ده مين، ده مجدي تراوري على فكره، ده المدرب المساعد بتاع معين الشعباني، اللي شدد بركات ده مجدي تراوري، ده المساعد بتاع معين الشعباني، والحكم الكاميروني كان مقلبس كده ساعتها، حكم كاميروني اللي هي دي قدامنا على الشاشه على طول، يعني دي كانت في اخر اللقاء، يعني تقريبا في الثمانينات كده، يعني في الدقيقه حاجه و80، يعني تلاقي حكم جاي يجري كده على طول شد، طبعا ده مجدي تراوري رقم 18، ده مجدي تراوري بصوا اللي هو المدرب المساعد لمعين الشعباني، كمل بص شد باينه جدا يعني، ومع ذلك يعني الحكم ما اداش ركله جزاء، الحسابات النهائيه ركله تبقى كسبان 1-0 غير لما تبقى متعادل غير لما تبقى متقدم بهدفين وهكذا. افقدك لعيب هو العنصر الاهم في الفتره ديت لنادي الاهلي، عنصر كان بيعمل رتم في الاداء مش طبيعي اللي هو محمد بركات، بيحولك من حاله لحاله وبيدي لك افضليه على طول، وحاجه كانت رهيبه جدا في الكوره بصراحه محمد بركات. فالراجل ما اداش ركله جزاء، لا كمان يعني باينه من هنا جدا، هنا اقف هنا، يعني اللي قبلها كده قبل خطوه بص الشورت فين، فبركات لو مش لابس شورت باستيك كان الشكل هيبقى وحش جدا، فربنا سترها الحمد لله رب العالمين. فانت عندك حاله زي دي مثلا في نهايه 2007، وبعد كده الحكم ما اداش ركله جزاء، وبص اللاين مان فين، بص الرايه بتاعته واضحه جدا وباينه جدا من هنا، وما حسبش حاجه، ومع ذلك ما رفعش الانذار عن محمد بركات عادي، ولعب الاهلي للماتش الثاني وخسر الاهلي من واحده من الانديه التونسيه. ففي كره القدم يعني بتحصل حاجات غريبه جدا، لكن القانون هتعدله عشان حاجه؟ يعني خلي بالكوا البطوله العربيه السنه اللي فاتت، البطوله العربيه السنه اللي فاتت حصل فيها ان هيثم الجويني برضو ده كان لعيب في الترجي بالتاكيد، يعني هو لعيب كويس وهيرجع ورجع خلاص، وبعد شويه هيبقى معانا
ثلاث تشكيلات لفرقه الترجي لا يمكن تخرج عنها فرقه الترجي، ثلاث تشكيلات، طريقتين لعب باسماء مختلفه وطريقه لعب يعني باسماء لوحدها، يعني 4 3 3 وكمان او اسف 4 2 3 1 و4 2 3 1 باسماء مختلفه، وفي طريقه لعب ممكن يلجا ليها معين الشعباني اللي هي 4 4 2. يعني اللي عايز اقوله يعني، وبعد كده طبعا في الفتره الثانيه هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال، ففي قانون اللعبه انت مش هتغيره. يعني هيثم الجوني السنه اللي فاتت في البطوله العربيه رجعوا الانذار برضو، بس البطوله العربيه كانت يعني بطوله عربيه ممكن 15 يوم ولا حاجه. فلو الامر ده انا ما بتكلمش وما بكرش ان اللي عمله وليد ازارو صح ولا غلط، انا بتكلم في الحالات اللي زي كده. يعني مارادونا في كاس عالم لعب الكره بايديه وخرج انجلترا ومحدش خد عقوبه ولا حاجه، كتير جدا الناس بتقطع تيشرتاتها، ما بقولش ان ده صح، ما بقولش ان ده صح يعني، لكن اقصد ان سرعه رهيبه جدا جدا في تلبيه الطلبات او النظر في الطلبات. طيب هل المباراه صعبه؟ صعبه داخل الملعب.